بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن يعني الحديث الغالب للناس على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في الشوارع وما إلى ذلك عن الأزمة الاقتصادية الحالية اللي بتعاني منها مصر ومسألة أزمة الدولار. سعره في السوق السوداء وصل لأكثر من 70 جنيه لأول مرة، ده عكس ما هو في السوق الرسمية أو في البنوك ب30 أو حاجة و30. وانعكاس الأزمة ديت على الأسعار اللي هترتفع أو المنتجات اللي مش هينفع نستوردها من بره أو الحاجات الأساسية اللي الناس محتاجاها ومش هتلاقيها في الفترة الجاية، والكلام عن إن في انهيار كبير في الاقتصاد وفي تدخل المفروض يتم من قبل الدولة لكن التدخل حتى الآن غائب. فخلينا نتكلم عن هذه الأزمة، وهل فعلا الناس في هذه الأزمة مطالبين بالصبر ولا الأزمة مفترض تكون هناك حلول أكتر من هذه النقطة عند الدولة نفسها المسؤولة عن هذا الملف. خلينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام تليم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك أستاذ وشكرا لك الكرام. أهلا بك دكتور. يعني مسألة أن الناس يصبرهم والناس يبصوا على الدول التانية اللي هي أقل حالا منهم، الدول اللي عندها حروب أهلية أو عندها مجاعات أو عندها حصار أو كلام من ده، فيحمدوا ربنا على اللي هم فيه حتى لو كان في غلاء وحتى لو كان في انهيار اقتصادي. إلى أي مدى تتفق مع هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. في الحقيقة إن يعني الأزمة المالية أو الاقتصادية التي يمر بها يعني حال الشعب المصري ومصر بوجه عام هو يعني حال يشاركها فيها بعض الدول، لكن إن لم يكن بنفس الدرجة. يعني فالغلاء موجة عالمية الآن، التضخم موجة عالمية، الشكوى من ارتفاع الأسعار يعني مسألة أصبحت لا تطاق في كثير من الدول، يعني ليس فقط في مصر. يعني حتى لو ذكرنا على في هذا الإطار سنجد في تركيا نفس الحالة، الدولار بيرتفع ويعني فوق الليرة، يعني 30 وكسور دلوقتي 30 ليرة. لكن هناك إجراءات مقابل هذا الغلاء وهذا هذا الحال الصعب يعني، وهذا هو المطلوب. يعني المقصود أني الغلاء هو ابتلاء يأتي للناس سواء بحالة بدون أسباب أو سواء بإهمال من القائمين على الأمر. كل هذه أسباب وردة، ليس الحديث عنها في تفاصيلها، إنما نحن نتحدث الآن عن وجود محنة، الناس يعيشون في محنة شديدة. وقد مرت الأمة الإسلامية والأمم بوجه عام بحالات من المحن، طواعين، فقر، مجاعة، وحدث ذلك للصحابة نفسهم في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، ويعني كان عام المجاعة، حدث في عام والقحط وعدم نزول المطر. ماذا فعل؟ أرسل إلى عمرو بن العاص أن أنت تعيش في الدعا وإخوانك كذا، فأرسل إليه ما يميرهم به من خيرات مصر آنذاك. فلو قرأنا أيضا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، إخوانه قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، ولذلك سميت مصر آنذاك بأم الدنيا أو خزائن الأرض. لذلك قال لعزيز مصر اجعل، أو للملك اجعلني على خزائن مصر، إني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، وخزائن الأرض آنذاك هي مصر، فسميت بأم الدنيا يعني لهذا السبب خزائن الأرض. يعني الشاهد في ذلك أن القحط أو المجاعات أو الأزمات تحدث في كل العالم وفي كل الدنيا وفي كل الأزمان، لكن الأهم هنا قبل أن نسأل الناس يصبر الناس أم لا، هو الناس طبيعي تصبر مكرهة أو مختارة، لأن ما البديل عن الصبر في ظل دولة متوحشة بهذا الشكل ونظام متجبر؟ الناس لا تملك إلا ذلك، لكن لا ندري إلى متى يظل هذا الصبر. المهم أن الصبر طبيعي مطلوب، لكن الصبر يكون أوقع وأهم وأفضل وله نتيجة مهمة إذا كان بناء عن رؤية. يعني أنا أصبر لإمتى؟ طيب أنت بتعمل إيه؟ أنت كرئيس، كرئيس وزراء، كسلطة، كدولة، كنظام، إيه الإجراءات التي لديك التي تقوم بها لأجل إنقاذ هذا الوضع؟ الحقيقة اللي الناس شايفة إسراف وسفه في الإنفاق في جهات، وتقتير وقحط
في جهات أخرى. أما نلاقي فريق كرة بيلعب المدرب بتاعه $200,000 في الشهر مرتب ليه يعني وعلى إيه ويعني ماذا سيأتي لك؟ هيأتي بإيه؟ ده غير لعيبة وغير وغير. مش ضد الرياضة أنا ولا ضد أن الناس تمارس الرياضة، لكن ضد أن أموال الأمة مقدرتها تنفق بهذا الشكل، ثم يطالب المواطن اربط الحزام واصبر، احنا احسن من غيرنا. يعني احسن من غيرك في ايه؟ يعني اما تقعد تدور وتبحث، لا لسنا افضل من غيرنا. غيرنا عنده احتلال فمعذور، عنده مجازر فمعذور، انما انت عندك ايه؟ ايه المجازر اللي عندك؟ ايه المجاعات؟ التضييق، اكبر معونات ومساعدات على مستوى تاريخ البلد جات لك، أكبر تأييد إقليمي محلي دولي جالك. طب إيه المطلوب؟ إيه الحجة؟ هنقول عبد الناصر كان عنده معادي لأمريكا، هنقول السادات معادل للروس، هنقول مبارك يعني الدنيا معاه ومع ذلك الدنيا ماشية، مرسي الله يرحمه معظم العالم معادي لأنه أصحاب أجندة ورؤية ضدهم. إنما أنت معادي مين؟ عدوك الروس مش أعدائك، الأمريكان مش أعدائك، الصهاينة مش أعدائك، العرب مش أعدائك، كل دول معتبرينك صنيعة أيديهم. فإيه الحجة؟ ما السبب؟ لا، إذن أصابع الاتهام تشير إلى السلطة، العجز عن إدارة موارد الدولة والعجز عن الترشيد في الإنفاق عند السلطة مش عند المواطن. المواطن ما عندوش ما ينفق أصلا. عندنا النهاردة ناس بتقعد تدور تقول يا جماعة، ويسألون الناس في البرنامج احنا كان عندنا مبلغ كذا الان ما بقاش يجيب الجرامات الذهب دي، هل علينا الزكاه ولا لا؟ ال 85 جرام ذهب ما بقوش موجودين. يعني الناس بالخساره. فكانت ناس من كام شهر عندها زكاه، النهارده الناس دي عالم يا تستحق الزكاه يا لا زكاه عليها. هو ده الواقع اللي احنا عايشينه. طيب هل ده معناه المواطن هو السبب؟ لا، اصل المواطن مش مفنجر قاعد عمال يبعزق ويسرف ويبزر ويصرف فلوس يمين وشمال. ده المواطن مش لاقي السلعة. لما بشاهد اتصالات الناس في البرامج التفاعلية على القنوات بستغرب، تقول لك الناس يقول لك ينزل سوبر ماركت الحاجة بسعر الصبح وبالليل بسعر ثاني، امبارح بسعر والنهاردة بسعر، وبيزب الأربعة جنيه والخمسة جنيه. فطبعا دي مؤشرات مرعبة. أما في أقل من أسبوع يزداد الدولار يوصل ل 10 15 جنيه، يعني امال على قدامنا بقى ايه؟ فده يعني احداث مرعبه وواقع مرعب. كان للناس نقدر نقول والله بعين غليظه اصبروا. ليه؟ لاني في تخطيط، في رؤيه، في نهايه، في نهايه النفق في ضوء. انما احنا ماشيين في نفق لا نهايه له، وكلما ذهبنا ضاق اكثر. يعني احنا جايين من الواسع للضيق. يعني ولما نقعد نقول والله اصل احنا حال البلاد الفلانيه، انا مالي بيها البلاد الفلانيه؟ لا هي نفس ظروفي ولا نفس اوضاعي. طب الناس تصبر؟ احنا قلنا يا اخواننا ما يملكه الناس يفعلونه. هل يملك الناس التغيير؟ اذا ملكوا التغيير جزاهم الله خير. لم يملك، ما عليه الا ان يصبر ويضغط ويضغط لاصلاح هذه الاوضاع. لكن الخوف من هذا الانفجار أن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه للأسف يعني. طيب في بعض الناس، والحقيقة دي يعني الرسائل وصلت لنا على الواتساب الشيخ عصام، يعني أخ بيقول أن بسبب رضا الناس بالظلم وبالقتل اللي حصل وبما حدث يعني خلال السنين اللي فاتت، فربما ده يكون عقاب من الله. إلى حد يعني إلى أي حد هذا الكلام ممكن يكون صحيح؟ في جزء منه كبير صحيح طبعا، لأن الناس فكرت في أنفسها ورضيت بظلم الآخرين، وليس كل الناس طبعا. ولذلك أنا أقول يا جماعة البلاء نازل على الجميع، فمن ظلم فهذا البلاء عقوبة على هي عقوبة على ظلمه، ومن لم يظلم وسعى لعدم الظلم وإزالة الظلم فهو بلاء ليزداد إيمانا واختبارا وأجرا من الله عز وجل. فلا مانع أن فعلا ظلم الناس، المظالم، انتشار الفساد والمعاصي السلبية، أو البعض يدافع عما تفعله السلطة مع
في المعبر مع إخواننا في غزة ونشوف الناس نايمة في طين المطر نازل على الخيام مبهدل الأطفال والناس، طبعا هذا الحال لا يليق بالمسلم أن يقبل به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. طيب هنا نقطة أخرى أيضا، وده برضو تعليق أيضا من أحد السادة المشاهدين، بيقول أن التعاملات بالربا التي انتشرت في البلاد قد تكون هي السبب فيما نعاني منه من ضائقة اقتصادية، لكن سؤالي إذا كان هذا الوضع حقيقي يعني فلماذا الغرب منتعش اقتصاديا رغم أنه يتعامل بالربا؟ ما حدش قال أن التعامل بالربا هو سبب وحيد. وإحنا بنقول يا جماعة المعاصي الفساد، إنما ما ربنا قال: وما كان ربك أهل مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مدام الغرب عنده عري وعنده، لكن في النهاية واخد بأسباب النهوض في الحياة، يعني هو واخد بأسباب النهوض في الدنيا ولم يأخذ بأسباب النهوض في الدنيا والآخرة، هو ده الفرق اللي بينه وبينه. الغرب واخد بأسباب الدنيا خلاص له الدنيا، إنما إحنا الأصل المسلم بنأخذ بأسباب النهوض بالدنيا لإصلاح الآخرة، فإحنا ما إحناش محصلين لا دنيا ولا عارفين الآخرة فيها إيه. فما نقولش والله ما الغرب بيأكل ربا، لا أزيدك يا سيدي، الغرب بيأكل ربا وزنا وشذوذ وزنا محارم أعدلك وخمرة وأكل خنزير، أجيب لك إيه تاني يا عم الحاج؟ في أكثر من كده؟ ودعارة ها، وسب الذات الإلهية والعياذ بالله، وسب الرسل ورسوم مسيئة ها كمان، ولا كفاية كده؟ تمام. السؤال بقى بس عشان ما يعني ده حسابه هياخده امتى؟ في الآخرة. طيب على إطار الدنيا عامل ايه الغرب ده؟ عامل منظومة مفيش حاكم بيجلب الصندوق، ده حلال ولا حرام؟ لا ده حلال، حاجة زي الفل حلو. المسؤول ليه دورتين، ده كويس ولا وحش؟ كويس طبعا. طيب تقدر ترفع دعوة في أي يوم على أي مسؤول تحاكمه؟ ها إيه اللي مخلي نتنياهو مصمم يكمل في الحرب؟ أول ما يوقف حرب سيحاكم ويسجن بالفساد في الكيان هون المحتل. طيب الغرب عنده إيه؟ عنده يا سيدي رعاية صحية، تأمين اجتماعي، عنده اللي ما العاطل عن العمل بدل البطالة، وعنده قول الصبح. في فساد أخلاقي على مستوى الفرد، لكن ما فيش فساد منظومة. يعني هو فرد واحد بيشرب خمرة لوحده، إنما مش الدولة بتوزع خمرة خلاص. والله واحد بيزرق، الدولة مش موزعة على الناس رجالة وستات، عمل فردي مش عمل فردي، يعني احنا بنقره لا حرام، لكن هنا بنتكلم ده خسران دين حلو، لكن دنيا واخد بأسباب. لكن أنا كمسلم مطلوب مني أتمسك بالدين وأصلح به الدنيا، هل أنا عملت الكلام ده؟ لا. فما قارنش إحنا بالغرب يا جماعة، الغرب وعين ما إحنا خلاص تساوينا معاهم، الغلبة لمين؟ لو حاربناهم وحاربونا لما أنا ما عندكش لا دين ولا دنيا هيكسبك. لذلك أنت معظم بضايعك منين؟ من الغرب، أكلك شربك دواك سلاحك مالك معظمه منين؟ من الغرب. فالمقارنة هنا ليست صحيحة في هذا السياق يعني. أي نعم. الحقيقة شيخ عصام في أخ برضو سأل سؤال كان بيتكلم على مسألة البنوك، بيقول يعني حضرتكم بتتكلموا على مسألة الاقتصاد وانهيار سعر الجنيه، أنا الآن معي مبلغ من المال وعايز أحطه في البنك كشهادة بتجيب دخل عشان تعوض الانخفاض في سعر العملة، فبماذا تنصحوني وأنا ما أعرفش أدخل مشروع حسب كلامه يعني؟ يحطوا بنك إسلامي أو في فرع معاملات إسلامية، يحولوا إلى دولار أو ذهب ويحطوا استثمار، يعني في كذا وسيلة ما أعرفش. أنا بقولك ده يعني مش عن خبرة، أقولك عن إجابة، بس الإجابة إيه هي؟ أي نعم. ندخل إن شاء الله في الأسئلة بقى العادية بإذن الله، سواء الاتصالات الهاتفية أو الأسئلة عبر الواتساب. الأخت سائلة بتقول إن جوزها، هي كان عندها 90 جرام ذهب جوزها جابه لها يعني في الزواج، باع نص الذهب ده في أول الزواج عشان يسد الديون، وباع النص الثاني علشان يشتري ورث أخوه،
وهو الآن بيقول إن أنا ماليش حق في هذا المال إن هو يرجعه لي مرة أخرى، هل هذا الكلام عنده حق فيه ولا لا؟ لا، هذا لص قولا واحدا، لص سارق سرق حق امرأته. الذهب الذي أعطي للزوجة هذا حق لا يسترد، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فانت خدته تشتري ورث أخوك، طيب ده مش مالك، هذا الحق حق للمرأة، وتاخده جرامات ذهب ملاش. كانوا كام؟ 20,000، اتفضل هما النهاردة كام 20,000؟ ولا حاجة. كان مثلا من 10 سنين كانوا 20,000 دول يساووا كام بالدولار؟ يساووا 3,000 دولار ما يقرب من ذلك. النهاردة 20,000 كام؟ ما يساووش كام؟ ما يساووش، ما يساووش بتاع 300 دولار. يعني إذا بخسارة خسرانة كام في المية؟ لا، هذا ليس من حقه، هذا مال حق خالص للزوجة، وهو لابد أن يرد لها هذا المال. طيب، أخ سائل بيسأل بيقول يا شيخ عصام، يعني ليه حضرتك بتنصح باحتفاظ المال بالدولار مع أن يعني ده عملة مش بتاعت المسلمين، مفترض الأصل يكون على الذهب أو الفضة؟ يعني هو الدولار رافع صليب ولا رافع نجم داود ولا رافع شعار بوذا عشان ده شعار غير المسلمين؟ احنا بنتكلم على حاجة تحفظ الناس عملتها أو قيمة المال، وهو الجنيه اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. العملة ملهاش ملة يا أخوانا، دي عملة تعامل بها الناس، وسيلة. انت عايز تحافظ على قيمة ما لديك اتفضل بالذهب. يعني الذهب هو للإسلام؟ مش ده القصة يا أخوانا، وهو الذهب ملوش أيضا ملة. هو خلاص هو الله يعينه. هو يبدو يعني مش عارف بقى الأخ مصر عليه. لا، هو يبدو يمكن يكون سؤاله قصده يعني ايه هي الشيء اللي الإسلام أقره يحتفظ بالقيمة، يعني كنقد مثلا أو كشيء يتداول به، يعني هل الذهب ملوش علاقة بالقيمة؟ ما هو القيمة الأولى أصلا ما يحتفظش بالمال يا إخوانا. الإسلام الهضار على الإسلام، الأولى أن المال ده يستثمر في شيء ينفعه ويدر أرباح وينفع المجتمع. إنما أنت حطته في بنك، مين اللي انتفع به؟ ولا حد، إلا المشاريع البنكية. إنما لو تحطه في استثمار في شيء، في مصنع، في مكان، لكن الناس ما عندهاش خبرة فبنقول له خلاص اعمل اللي يحافظ لك على المال، لا ضرر ولا ضرار. أي نعم. أخ سائل بيسأل بيقول يعني حكم المسح على الجورب اللي فيه قطع في مقدمته، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟ القطع قد إيه؟ يستوعب عضوا، صباع، بتاع، ولا كبير، ولا قد إيه؟ هو مش موضح الحقيقة يا شيخ عصام، مسؤوله يعني مقتضب صغير. خلاص، إذا كان قطع كبير لا يبقى لا يحل له ذلك، إذا كان قطع صغير يعني يوم مما يعفى عنه لا بأس. أي نعم. أخ سائل بيسأل على مسألة هل يرث أبناء البنت المتوفية في حياة أمها من ميراث الجدة أم لا؟ مسألة اللي هو الورثية الواجبة. لا، الأصل لا. إنما لو الوصايا الواجبة إن كانوا محتاجين يشوف القانون بيقول إيه، اللي أقره إيه. يعني الوصايا الواجبة ديش خصام لا تجب إلا بس للمحتاجين من أبناء الأبناء المتوفين، صح كده؟ هو ده الأصل. الأصل من أبناء المتوفى، الأصل في ذلك إن مفترض الأب ميت وسايب لهم ميراثا هائلا، خلاص يعني الأمر إلى أصله. أيوه. أخ سائل بيسأل بيقول إن أخوه جاي للعمرة من مصر، لكن الطيارة هتنزل ترانزيت في الرياض ساعتين وبعد كده هتروح على جدة، فالمفروض يحرم منين بقى؟ هل من الرياض ولا يحرم من جدة؟ لا، من جدة. من جدة، تمام إن شاء الله. أمال إمتى يا شيخ عصام الإنسان يلبس الإحرام قبل ما يمشي بالطيارة؟ يعني اللي هو طلع من بلد مثلا معين بيلبس الإحرام ملوش؟ ده تضييق على نفسه. أها. لان معناها يلتزم ده كله الا ان يلبسه بس، لكن لا ينوي الاحرام الا عند الميقات. بحيث يبقى جاهز يعني. لان بيقول لك على ما يخش مكان والطياره ويقلع مساله صعبه بالنسبه له، فبيبقى اسهل له ايه؟ يركب الطياره بالاحرام. بس ما ينويش بقى، ما ينويش احرام من اول ما يركب، لان هيبقى ملتزم، ممنوع عليه بقى محرمات الاحرام العمره يعني. فالاولى به ان هو يعني يلبس لكن لا ينوي الإحرام إلا من الميقات. أخ سائل بيقول عايز من الشيخ نصيحة لزوجة تريد أن يطلقها زوجها ويتزوجها عرفي
من أجل أن تعطي المعاش لأمها اللي بتعيش في الإسكندرية أو في مدينة أخرى يعني؟ عايز النصيحة للزوجة ولا للزوج؟ مين اللي عايز يعمل الكلام ده، الزوجة ولا الزوج؟ الزوجة عايز تعمل كده وهو عايز نصيحة لهذه الزوجة يعني. طب وليه تدي المعاش للأم؟ ما الأم تروح تاخده. هو يبدو بقى يعني فيها ما الأم تاخد معاش. هو يبدو شيخ حسام، يبدو لو كانت يعني الأخت اللي لها معاش دي لو معاها مثلا بنت مطلقة المعاش بتاعها أكتر شوية، يبدو كده من السؤال يعني، فهي عايزة تزود المبلغ ده. لا، هذا الأمر لا يجوز شرعا لهذه الأخت، ودائما بننصح إخواننا عدم تعريض الحياة الزوجية لهذا العبث لأجل المادة. هو الأخ بيقول إن ننصح بهذا، الابتعاد عن هذا الأمر. الأخ بيقول إن أم متزوجة من رجل آخر، فيبدو ده يعني دي اللي فيها النقطة يعني اللي توضح لنا. يبقى يعني هي ملزمة من الزوج، مش ملزمة من البنت تتطلق. أنا عندي حل، لو الأخت دي مصرة قوي تجوز جوزها واحدة غنية تقبل؟ ها، إيه رأيها؟ الزوج يروح يتزوج عليها زوجة تانية غنية تصرف على الاثنين، إيه رأي حضرتها؟ هطلطم دلوقتي، انا عارف لو سمعانا هطلطم بايد ورجل مش ايد بس. طيب يعني إيه؟ ليه بقى اللعب؟ امك اتجوزت برجل، خلاص امك هي الملزمه من راجل، هي في رقبه راجل ينفق عليها، انت مش ملزمه بانك تعملي، ملزمه تنفق على امك لو عندك. انا مش رحت طالع من جوزك وتتجوز عرفي عشان خاطر امك تاخد المعاش لها ولزوجها، ده أي منطق ده؟ لا طبعا هذا كلام عبث. أي نعم. أخ سائل بيسأل بيقول قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، هل لازم أقرأ ولا مش لازم أقرأ الفاتحة؟ لا مش لازم يقرأ. لأن ما دام الإمام يقرأ فقراءة الإمام للمأموم قراءة، كما في الحديث، وفي الحديث الآخر الإمام ضامن. أنت مطلوب بتصمت خلف الإمام تسمع وتنصت. في رأي لما يصمت تسكت تقرأ، في رأي آخر وده المذهب الحنفي ما بتقرأش ورا الإمام خالص. أخ سائل بيسأل بيقول إن في بعض التطبيقات بتبيع الذهب بالتقسيط، هو ذكر أسماء بعض هذه التطبيقات يعني، فبيسأل بيقول هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط أم لا؟ الذهب لو كان سلعة فجائز فيه البيع التقسيط، أما إذا كان مالا يعني عملة فلا يجوز فيه إلا يدا بيد. أخ سيد بيقول أخذت مال من أحد الأصدقاء من فترة كبيرة وانقطع بنا الاتصال ومش عارف عنوانه لأنه في بلد آخر، فماذا أفعل وأنا لا أعلم إن كان حي أو ميت؟ إذا كان حاول بكل الوسائل الممكنة وأعلن عن ذلك ولم يستطع أن يصل للشخص ومضت مدة، أمامه هذا الخيار، هذه الخيارات، إما أن يتصدق به بنية أنه لهذا الشخص، وإما أن يحتفظ بالمال إلى فترة أخرى يعني، خليه راكن المال عنده. أي نعم. أخ سائل وينميه طبعا لأنه هيقل قيمته. أي نعم. أخ سائل احنا عارفين الحديث بذلك، الثلاثة الذين دخلوا الغار، أي نعم، وكل واحد تقرب إلى الله بعمل وأغلق عليهم بصخرة عظيمة، كل واحد تقرب بعمل، فقال أحدهم إن كان عنده أجير لم يأخذ أجرته ومدى مغاضبا، بعد فترة عاد إليه فنظر قال انظر لهذا الوادي، قال أتسخر مني، وادي من الغنم؟ قال لا، لكن أنا نميت لك المال وبارك الله لك في مالك وفي هذا الحق لك، فممكن تنميه إلا إذا كنت تخليه أو تتصدق به في أجل ميزان حسناته. أخ سائل بيقول إن هو بيشغل في شركة، وإن الشركة دي عاملة لهم مسؤولة عن أنها تدفع تكاليف يعني أي حاجة صحية تحصل لهذا الشخص أو لأسرته، فهو بيقول إن هو ذهب يعني شركة أو لجمعية عشان يعمل عندها عملية قلب مفتوح لزوجته، والشركة دي تكفلت أو الجمعية اللي هو راح لها دي اللي جمعية الأورمان حسب كلامه تكفلت بالعملية كاملة، ولكن مدير الشركة اللي هو شغال فيها قال له جيب لي كل الأوراق اللي تثبت تكلفة العملية وأنا هصرف لك هذا المبلغ من الشركة، فهو قال له لكن أنا لم أدفع شيء، قال له لا أنت مالكش علاقة، أنت بس جيب لي هذه الأوراق وأنا هتصرف، فهو جاب له الأوراق فعلا ومدير الشركة صرف له هذا المبلغ كاملا كأن هو دفعه من جيبه.
فسؤال الأخ السائل، هل كده يعني عليه ذنب ولا الفلوس ديت حلال ليه؟ إذا هذا القانون موجود في الشركة وأن هذا حق مشروع، فيعتبر ما أعطته جمعية الأرمان صدقة أو هدية، وما أعطته الشركة هذا حق مشروع له. إذا كان قانون الشركة لا يمنع هذا الأمر وأن ده حق له. أي نعم. الأخت هالة من مصر، أستاذ هالة تفضلي. أستاذ هالة سمعنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بحضرتك. ازيك يا أستاذ طارق؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله بخير والله. وسلامي للدكتور عصام. الله يسلمك، تسلمي. بس سؤالي يا أستاذ طارق، بالنسبة لتحويل السوق السوداء، عايز أعرف بس الشرح في الحالة اللي زي دي. وعندي سؤال تاني. تمام، تفضلي. احنا معانا واحدة فلسطينية عيالها يعني موجودين في غزة، فإحنا بنجمع لها فلوس بالدولار علشان تدخل ولادها، وهي كده تعتبر رشوة. فأنا عايزة أعرف برضو رأي الشرع في كده، يعني الفلوس في تجمع الفلوس إن إحنا هندي رشوة للضابط اللي هو هيمرر العيال، هيعدي العيال يجيبهم يعني عن مصر يعني، مظبوط؟ تمام مظبوط. تمام خلاص، تسمع الإجابة إن شاء الله أستاذ هالة. دكتور، السؤال الأول للأخت هالة عن مسألة تحويل الدولار في السوق السوداء، هل في مشكلة شرعية؟ هو الأصل الناس بتبتعد عن السوق السوداء في الأمر الطبيعي، لأنه ده بيضر بالاقتصاد البلد. لكن إذا وصل الحال في أني لا، يعني المسألة بهذا الاتساع الهائل وبضر عليه، الإنسان بيبقى حقيقة في حيرة. يعني الأولى مصلحة الناس، والأولى أن السلطة يعني تقرب هذه الفجوة حتى لا يذهب الناس إلى السوق السوداء. السؤال الثاني عن مسألة إن هم بيجمعوا تبرعات لإحدى الأخوات الفلسطينيات عشان يدفعوا رشوة على المعبر عشان أولادها من غزة يعدوا ويوصلوا بسلام، هل في هذا الأمر مشكلة شرعية بالنسبة لهم؟ شيخ عصام حضرتك سمعني ولا في مشكلة في الصوت؟ طيب، لحد ما الشيخ يوصل الصوت يبقى مظبوط عنده إن شاء الله، نعيد التذكير يعني بالكلام اللي احنا قلناه في أول الحلقة، مسألة الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بالبلد، ومسألة انهيار سعر الجنيه أمام الدولار بشكل كبير في السوق السوداء اللي وصل لأكثر من 70 جنيه حتى الآن، وإن ده بالتالي طبعا هيتبعه مسألة ارتفاع أسعار كبير. الشيخ عصام حضرتك معنا مرة أخرى، نتجدد الترحيب بيك. والسؤال كان الأخت هالة عن انهم بيجمعوا بعض التبرعات لاحدى الاخوات الفلسطينيات عشان يدفعوا رشوه على المعبر ويدخلوا اولادها الى مصر، هل في مشكله شرعيه في دفع هذه الرشوه او تجميع هذه الاموال؟ الاصل ان هذه المعابر تكون مفتوحه للانسان المسلم ولا يدفع مقابلا، بل هي الاصول انها بلا اي مقابل الا الرسوم الرسميه الحقيقيه. لكن اذا وصل الامر انه لن يدخل ولن ينال هذا الحق الا بهذه الرشوه، فهي حرام شرعا على من تقاضى الرشوة، ولا مانع شرعا لمن ساعد بها لأنه أراد أن يفرج كربا لمسلم. أي نعم. أخت سائلة بتقول، أخ عفوا، بيقول زوجة تحرم أب من رؤية أولاده للضغط عليه من أجل أن تعيش، من أجل أن يزيد النفقة ليها يعني هي أولادها وأمها، أو عشان يعيش عند أمها يعني. مسألة الضغط على الزوجة إذا كانت إذا كانت الزوجة تمنع الزوجة من رؤية الأبناء بغير مانع شرعي، فهي تأثم شرعا وترتكب كبيرة من الكبائر، لأنها تحرم أبا من أبنائه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الأسرة يعني إن من فرق بين والد وولده فرق له بين أحبته يوم القيامة، ما بالنا بابن وابنه في الحياة العادية في الحق، مش مأسور في الحرب. طب لأنه يزيد النفقة، هل زيادة النفقة حق مشروع لها؟ اثنين، هل هو قادر على هذا الحق فمنعه فلا يأتي ولن يدفع إلا بهذا الضغط؟ دي قصة تانية. من الذي يقرر ذلك؟ المحكمة، مش انت، لجنة صلح بينكم، مش انت. وإلا ما لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب كما قال صلى الله عليه وسلم. كل واحد شايف لا ده شوية ويقدر يدفع أكتر، هو شايف إنه كتير والمفروض أقل. مين اللي يحكم بين القليل من وجهة نظر الزوجة والكتير من وجهة نظر الزوج؟ يا المحكمة القضاء، يا لجنة تحكم بينهما تعرف
طبيعة الظروف عند الشخص وعند الزوجة ولما يحتاجه الأولاد، لكن مش هي اللي تقرر. ده يشمل مسألة الزوج ومسألة الطلاق برضه شخصا، لأن الحقيقة في أسئلة كتير بتيجي عن مسألة منع الزوج من أو الأب من رؤية أولاده بعد الطلاق. نعم، كبيرة من الكبائر زي ما حضرتك ذكرت. ما هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى عن هند بنت عتبة لما قالت في الحديث الصحيح يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ودي زوجة ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، ديش بكفي، معناه أنه هو عنده ولا ينفق ما يكفي الأولاد ضرورات الحياة. قال خذي ما يكفيك وولدك بالحق، ده وهي زوجة والمال قدامها في الأمانة لأي درجة، مش لا ده أنا بقى أضغب بالولاد. واستعمال الأولاد كوسيلة ابتزاز بين الزوجين هذا من علامات سوء الخلق تماما. يعني الأصل أن الناس يا أخوانا نجنب الأولاد والعلاقات الاجتماعية والمشاعر والحقوق الاجتماعية والعاطفية والشخصية بالمسألة المالية. صحيح. أخ سائل بيقول أنا أعمل في العلاقات العامة في إحدى الجهات الحكومية وبعض معامل التحليل اللي بتتعامل معنا بتحضر لنا بعض الهدايا على سبيل الدعاية، زي مثلا أجندات أو نتائج أو أقلام أو ما إلى ذلك يعني. فهل هذه الأمور يعني لها حرام أن أنا أخدها منهم واستفيد بيها أم لا؟ ده سؤاله. لا، هذه بتكون من باب الدعاية وليست من باب الرشوة. دعاية بتتوزع زي البنوك زي الشركات زي غيره، بيوزع على العملاء على الناس اللي هم في دائرة هذا. لكن المهم ألا تكون هذه الهدايا عاملا من عوامل الإغراء أنك تفضلها على غيرك أو على شركات أخرى أو ترجح بها أو أنت تجامل بناء عليها أو تعطيها ما لا تستحق. دعاية زي أي دعاية بتقبلها. هو في سؤال برضو يعني تكرر كتير الشيخ عصام وحضرتك أجبت عليه في كذا حلقة قبل كده، بس هو الحقيقة مرتبط شوية بموضوع النهاردة، فيعني أقول لحضرتك مرة تانية. الأخ السائل بيقول عندي مبلغ بالدولار عايز يطلع الزكاة عليه، أحسب الزكاة بسعر السوق السوداء ولا بسعر البنك؟ بالسعر اللي هيروح يغير من عنده. يعني هو لو هيدفع دلوقتي، لو عايز يغير عشان يشتري حاجة، هيجيب تلفزيون، هيجيب عربية، هيجيب أي حاجة، هيغير منين؟ مكان ما هتغير لنفسك حط الفقير مكانك. أي نعم. أخت سائلة بتقول هل للزوجة الحق يعني في منع زوجها من العلاج عند طبيبة أسنان مع وجود طبيب أسنان من باب الغيرة أو وليس من عدم من باب عدم الثقة يعني؟ الأصل أن يعالج الرجل الرجل ويعالج المرأة المرأة، خاصة في المساحات في العلاج اللي بيكون فيها اقتراب، هذا هو الأصل. لكن لو ما فيش غير هذا وما فيش شاطر في الموضوع ده غير الست دي، في وجود هذا الطبيب إذا بالضابط الشرعية لا مانع. غيرانة ما تغير، زي ما الزوج من حقه يغير على الزوجة، هو حق مشروع من الطرفين، لكن ما تبقاش غيرة على حساب صحة أحدهما. لا، مراتي هتموت وهتولد، لا مش هيولدها راجل. طب ما فيش ست يقول لك لا تقابل ربنا، لا يعني الغيرة مش لدرجة الحماقة أو الضرر، الغيرة لابد تكون منضبطة بالشرع. سيدنا عمر الخطاب كان معيارا في الغيرة الشرعية، يغار لكنه يقف عند حدود الله. لما خرجت زوجه امرأته إلى الصلاة في الليل فلقيتها إحدى النساء فقالت أو ما تخشين من عمر؟ قالت مما أخشى؟ قالت أن يمنعك؟ قالت لا، بل يمنعه هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هو ده المعيار في الغيرة، إن عند حدود الشرع. برضو المسألة المتكررة مرة أخرى شيخ عصام، طبعا هي الناس لها حق تسأل فيها بصراحة بسبب التفاوت في القيمة بين الجنيه والدولار الوقت. يعني الأخ بيقول إن هو سلف عمه مبلغ 12000 جنيه من 8 سنين وحتى الآن العم لم يرد هذا المبلغ، وبرضو سلف أحد أقارب زوجته مبلغ 3000 جنيه من 10 أعوام ولم يتم رد هذا المبلغ. فسؤال الأخ كيف يكون الرد وبأي قيمة؟ طبعا بالقيمة وليس بالمثل. يبحث عن الجرام الدهب كان بقد ايه دلوقتي او عمله ثابته ويتعامل بها، لاني ما ذنب هذا المسكين اللي صبر 10 سنين والنهارده جاي تقول له لا كانوا كام؟ 3000 جنيه اتفضل. من 10 سنين كان 3000 جنيه دي تعمل قد ايه؟ تعمل 400 دولار، صح؟ طيب
تقريبا دلوقتي تعمل تعمل ايه؟ ولا حاجه. صحيح. فليس عدلا. في برضه سؤال مرتبط بنفس النقطة، الأخ بيقول إن هو اللي هو الأخ اللي كان سأل سؤال من شوية عن مسألة إن هو أخذ مبلغ من المال من صديق من فترة كبيرة وما عادش عارف يوصل له، بيقول إن هو يعني من 15 سنة من ساعة ما أخذ المبلغ كان أخذ هذا المبلغ بالجنيه المصري يعني، وعانوا علشان يديه لهذا الصديق، ومرت كل هذه المدة والمبلغ متعان، وطبعا قيمة المبلغ راحت وضاعت. فسؤال الأخ السائل الآن لو هو هيتصدق بقيمة المبلغ ده عن الشخص اللي ليه الدين، يتصدق بنفس القيمة اللي كان عينها ولا يعمل إيه؟ مدام عين المبلغ حطه أمانة وديعة يصرفها زي ما هي. خلاص ده دي حالة مختلفة عن اللي قلناهم بقى. أيوة مختلفة دي. ليه؟ لأن أنا هنا طبعا أنا هنا مش مقترض، مش منتفع بمال، ده واحد له مال عند طوله زي لا بديت ايدي ولا زي ما هو، خلاص يتصدق بيه كما هو. وصلنا الفكره؟ وصلت. انما لا انا خدت المال انتفعت بيه، جبت بيه حاجه اشتريت، قلت لما يبقى يجي ابقى اديله، ومر زمن عليه والعمله اتغيرت يبقى بالقيمه حتى لو صدقه بالقيمه. هو هنا نقطة برضو الشيخ عصام مسألت يعني، لأن حضرتك ذكرت الحديث اللي هو الشخص اللي نمى المال لصاحبه لحد ما جاي لقى المال كبير وخد ثواب كبير من الله على هذا الموضوع. النقطة بقى لو واحد اللي عنده أمانة، هل من مثلا خد الأمانة دي مثلا بالجنيه المصري، هل من الأولى ليه إن هو يحولها إلى شيء لا تضيع يحافظ على قيمتها، أو مثلا سواء الاستثمار أو سواء يعني شيء آخر غير الجنيه مثلا؟ ولا في فرق بين الأمانة؟ لا، في فرق بين الأمانة الوديعة وبين واحد صاحب حق عندي هيجي ياخده. أمانة افترض جاي لي بعد بكرة ياخدها، هو نعرف ان الأخ ده هيقعد 10 سنين ما يجيش، ما عرفهاش بوش ولا 15 سنة؟ لا، فالأصح حولها ليه؟ إلا لو أنا عارف لا بدأت الدنيا هتطول، هنا ساعتها أتصرف بما ينفع هذا الشخص. طيب معنا الاخ حسين من مصر. استاذ حسين اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك. السلام ورحمه الله. الله يخليك يا استاذ، ازي الصحه الله يبارك فيك. الحمد لله بخير والله، ربنا يكرمك. اسال بس الدكتور كان على الشهادات اللي هي الادخار وكده. تمام اتفضل. تمام، كنت عامل شهاده في بنك البركه، ده البنك البركه ده بنك اسلامي. تمام تمام، وبيدي 14% و 19%. تمام. فطبعا ده بالنسبه لل يعني ارتفاع الاسعار وكده، و في شهاده بتاعت البنك الاهلي 27%، فمش عارف يعني نحول فيها. سالت يعني الدكتور علي شلبي من رجال الازهر الشريف، فقال لي ان هي حلال الفايدة في 27% دي حلال، سواء ثابتة أو متغيرة الفايدة حلال، فعاوز أستفسر يعني أحول على 27% ولا خليني على البركة اللي هي 19%؟ 27% ديت بنك عادي، بنك مش إسلامي يعني. بنك الأهلي. بنك الأهلي. تمام خلاص، تسمع الإجابة إن شاء الله. تمام سيسين. تمام دكتور، هل السؤال واضح لحضرتك؟ لا أنا مش سامع صوت بعيد عني. هو الأخ حسين يعني عم حاطط شهادة وديعة يعني في بنك إسلامي، بيطلع العائد بتاعها 14% و 19%. الآن الوقت حاليا البنوك العادية غير الإسلامية الوديعة بتطلع 27% النسبة بتاعت الفايدة بتاعتها يعني، وهو أخذ رأي أحد علماء الأزهر وقال له إن الفايدة اللي هي 27% في البنوك العادية حلال، مفيش فيها مشكلة شرعية، فبيسأل حضرتك على هذا الأمر. لا أميل لرأي هذا الشيخ مع تقديري واحترامي، ولا أعلم أدلته على ذلك، لكن بنك ربوي معناه أن أنا بحط نفسي في الشبهة. البنك الآخر حتى لو أنا النتيجة واحدة في تصوري، لكن على الأقل في رقابة شرعية، في أسباب بأخذ بها شرعا، لا أنصح بذلك. أخ سائل بيقول إن له أحد الأقرباء كان بيعاني كتير علشان يلاقي فرصة شغل، ما لقاش أي فرصة غير في أحد الشركات اللي شغالة في تصنيع الدخان أو السجاير، لكنه مش شغال في خط الإنتاج، شغال في قسم آخر، لكنه بيشعر بالضيق الشديد والقلق وخايف إن يكون ماله حرام، ومع العلم إن هو عنده زوجة وأولاد،
رأي حضرتك في هذا الأمر؟ الأصل لا يعمل في هذا المكان إلا عند الضرورة، وهيوصل لدرجة الجوع ومش لاقي حتى من يعطيه من أموال الزكاة والصدقات من يساعده. طبعا إذا وجد ذلك فهو الأولى، إذا لم يجد وهيعمل في مكان بعيد عنه يبقى يظل يعمل إلى أن يجد وظيفة أخرى، ويسعى سعيا دؤوبا في البحث عن عمل آخر يعني، لكن يعمل في إطار الضرورة فقط. تمام. في أخت سائلة بتسأل بتقول هل يحق للزوج، من حق الزوج يعني أن هو يعرف أمور عائلية خاصة بأهل الزوجة ولا لا؟ لأن في مشكلة حصلت بين الأخت السائلة وبين زوجها لما عرف بعض الأمور العائلية الخاصة بأهل زوجته وهي ما قالتلوش عليها، يعني هل لازم من حق الزوج يعرف كده ولا لا؟ لا، ما دامت هذه الأمور لا تتماس مع حياته كزوج ليس من حقه. يعني أخت مراتي متخانقة مع جوزها، ضربها بالألم، ضربها بالحلة في فوشها، أنا مالي؟ أنا إلا والله ده هيحصل قدام ولادي. فهنا في أثر أنا محتاج أعالج ده تربويا، إنما حاجة ببيت أهلي زوجتي خاصة بيهم، لا علاقة له، لا أنا ولا أولادي، لن نتأثر بذلك، ما من الشيء مباشر، ما تلككش أنا، لا لازم أعرف أختك راحت فين، جت من أمك، عملت إيش على هي نفس الحالة، وزوجتك هتعرف تفاصيل أختك وإخوانك وأمك وأبوك بيعملوا إيه، ليس حقا، ده حشر للأنف فيما لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أي نعم. أخ سائل بيسأل على حكم الشرع في عمل ختمة للمتوفي، قراءة القرآن تقريبا وأداء الثواب لي يمكن. هو لم يرد بذلك أمر ولا نهي، ما وردش، لا الصحابة قعدوا عملوا ولا الكلام ده ولا نهوا عن ذلك، فهو أمر متروك على أصله وهو الطاعات المطلقة. بس بقولش والله اللي ما يعملش لأبوه ختمة يبقى يأثم، أو اللي يعمل فضله مش عارف إيه، لا، يبقى على أصل الطاعة المطلقة. أمر مشروع ما لم يشتمل على محرم جائز شرعا، وجزاه الله خيرا. أخ سائل بيقول إن هو اشترى بقرة علشان يدبحها في عيد الأضحى الجاي، فجاب طبيب بيطري عشان يديها التحصينات اللازمة، فالطبيب البيطري نصحه وقال له إن هذا النوع من البقر نوع جيد للتربية، ويفضل إن أنت لو هتذبح تذبح واحدة أخرى غير دي وتخلي ديت للتربية. فالأخ السائل بيسأل بيقول حكم الشرع في تغيير النية والإبقاء على هذه البقرة وشراء واحدة أخرى من أجل الأضحية؟ يعني إذا اشترى لأجل الأضحية وسغير للنفع فلا ضر ولا ضرار، لا مانع من ذلك شرعا، لأنه في النهاية يهمه الأضحية، مش قصدي مش بقرة منظورة فعليها العين، خلاص لا مانع في ذلك شرعا. طيب سؤال برضو عم خاص بمسألة الدولار والجنيه. أخ السائل بيقول إن هو كان ليه دين عند أخوه، يعني أخوه مفروض هيديله فلوس يعني، فأخوه قال له سيبني شوية أصبر عليها شوية، فقال له خلاص احسبهم بالدولار دلوقتي ورجعهم للدولار، رغم إن هو الأخ كان أخدهم بالجنيه، هل فيها مشكلة شرعية هذا الأمر أم لا؟ لا مفيش مشكلة، لحفظ المال. نعم. أي نعم. أخ سائل شيخ عصام بيسأل عن مسألة شراء سيارة من معرض سيارات يعني، ولكن عن طريق البنك هيدخل وسيط في الشراء يعني، بيقول هيدفع مقدم والباقي هيتقسط مع البنك، فهل في مشكلة شرعية في هذا الأمر أم لا؟ هيشتري بيه وبيع بيه وهيدفع بيه فيه فايدة مركبة ولا لا؟ هو في الحالة ديت أعتقد البنك بيدخل ساعتها كمقرض للي بيشتري العربية في الغالب يعني، يبقى لا لا, لا لا يصح، فيها شوبة الربا. معنا الأخ بن سالم من الجزائر. بن سالم تفضل. أهلا عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. شكرا أخي. أهلا بحضرتك. سؤال للشيخ، أنه عندي صديقي نعم أعطاني مبلغ من المال بالعملة الصعبة لكي أبيعون، اتفقت معه على ثمن معين، لكن عندما ذهبت لأبيعه وجدت أنه أكثر من المبلغ الذي اتفقت معه، هل يجوز لي أنا أن أخذ هذا الفارق أم أعطي له المبلغ كما هو؟ تمام. يعني أخ بن سالم أنت أخذت منه مبلغ بالدولار مثلا؟ نعم. ولما رحت تغيره وجدت أن في مكسب ليك؟ نعم. فأنت بتسأل على هذا المكسب هل ترجعه له ولا تاخده ليك، مظبوط؟ نعم. أي نعم. تمام دكتور، هل السؤال واضح لحضرتك؟
مش سامع. لا الأخ بن سالم من الجزائر بيسأل إن هو أخذ مبلغ من أحد الأصدقاء بالدولار، لما راح يغير هذا المبلغ بالدولار وجد إن قيمة الدولار ده يعني ليه مكسب، فيه أخذ فيه مكسب لنفسه هياخده، فالمكسب الزيادة أو الفرق الزيادة ده هل لازم يرجعه لصاحبه اللي خد منه المبلغ ولا يحتفظ بيه عادي؟ لا أنا مش فاهم، هو واخد قرض ولا واخد إيه من الرجل؟ هو أخ بن سالم لسه معانا؟ نعم أنا معك. هل أنت أخد منه قرض؟ لا 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 على سبيل أنا لأنه شافني أنا بتاجر في العملة اتفقت معها على مبلغ معين، لكن أنا لما ذهبت إلى السوق وجدت أنه أكثر، فهل الفارق يجوز لي أن أخذه أم أعطيه له؟ يعني هو الأخ بن سالم شيخ حسام بيتاجر في العملة، تمام، فبيسأل على الربح بتاع تجارة العملة، لو خد مبلغ من أحد الأشخاص وحسب لا مانع من ذلك شرعا للتجارة، هو بيتاجر ده سمسرة في العملة في لا ما فيش مشكلة. اي نعم. اخ سائل الشيخ عصام بيسأل بيقول ان هو لما بيصلي في احد المساجد يعني بيجد ان بعض الناس بتكون مثلا اكلة توم او بصل او كده وبيكون الرائحة سيئة، فبيسأل بيقول هل يجوز ان هو يلبس كمامة على طول في الصلاة عشان هذا الامر؟ اذا كان ده دائم الوجود يقول الأصل أن الكلب وصل وتوم هما اللي يعني لا يقربون المصلى، كما قال صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا وتوما فلا يقربن مصلانا، ومن أكل من هذه الشجرة في رواية أخرى يعني. فالأصل الإنسان اللي أكل هو اللي يبتعد، لكن أنا خمسة ستة وكلين بصل نضيق على مية ميتين عشان خاطر نحن نيجي الجامع، لا الأولى لا نفعل ذلك. طيب إذا لا دي ناس مصرة دائما أو الجامع ده مشهور بهذا الأمر بالعمال اللي فيه أو كذا أو الناس اللي فيه مثلا، فالبست كمامة لا الكمامة تلبس لما يكون في رايحة ستؤذيك، إنما مش الأصل إنك رايحة على الدوام. أي نعم. الأخ السائل بيسأل بيقول هل يجوز النداء في المسجد، استخدام الميكروفون في المسجد من أجل أمور الدنيا زي مثلا الإعلان عن الأفراح المناسبات، مثلا وجود محصل الكهرباء في الحي كلام من ده يعني؟ لا الأصل إن المسجد يجنب هذا الأمر إلا يعني البيع والشراء ممنوع، نشدان الضالة واحد ضح، إنما لو أنا ولد تاي ابنه تاي نادينا عليه في الميكروفون والمسجد الأصل طبعا الناس تلف بعربية ميكروفونات، لكن مش كلها تقدر كده. المسجد هو المكان العام بتاع القرية والمكان، هو ده اللي بيفرق فيه، إنه مش استعمال شخصي. طيب واحد ابنه تاي والمكان اللي وحل فيه ميكروفونات وإعلان الجامع فنادى عليه، يوم واحد يقول لك في لا رد الله ضلتك، لا ده طبعا لا يعني لا 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 يليق شرعا يعني. أدعي على ابن واحد، ما إنما لو واحد مثلا بينادي على حمارة تايهة طبعا ده أمر غير لائق في المسجد، إنما لو أنا المسجد استخدم في مصالح المسلمين في شيء يتعلق بهذا الأمر وخدمة وليست لمال وتجارة وشيء خلاص، انما والله محصل النور جاي ما شاء الله ايه زي ما هيفيد بايه، هيفيد شركه الكهرباء، لا ده ممنوع ممنوع. انما في حمل التطعيم ضد مرض، يا اخوانا في حمل تطعيم كذا، في حمله علاج ضد جفاف الاطفال، دي مصالح مسلمين، انما محصل الكهرباء مصالح اشخاص. جزاك الله خيرا. في نهايه حلقه اليوم نشكر فضيله الشيخ الدكتور عصام تليمه من علماء الازهر الشريف، والشكر طبعا موصول لحضراتكم، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.